تحسين المستوى ومن ثم تحسين الأداء على المستوى منصب العمل يكون فيه المتربص اللي راح يخرج منه. داكور نزيدو نواصلوا المشروع ان شاء الله بالتوفيق بناتي. التوفيق ان شاء الله. اشرف السيد والي ولايه الجلفة رفقة الوفد المرافق له من سلطات أمنية ومدنية على افتتاح دورة فيفري 2024 في ظروف جد وجيدة. العدد اللي برمجناه في هذه الدورة 6505، عدد المدمجين والمسجلين 5028، العدد المستمرين 4859، العدد الإجمالي لهذه الدورة هو 9887 بزيادة 5% عن السنة الماضية، وهذا يعتبر مكسب من المكاسب. الاختصاصات الجديدة اللي برمجت وكان عليها طلب كبير في هذه الدورة هو اختصاص صيانة التجهيزات الطبية، لأنكم كما تعرفوا باللي الجلفة استفادت من برنامج تكميلي ضخم في مجال الصحة من مستشفيات وعيادات، وهذا يتطلب يد عاملة مؤهلة تقوم بصيانة هذه المستشفيات وهذه العيادات. بالإضافة إلى السكة الحديدية احنا برمجنا الأساتذة تاعنا إن شاء الله يروحوا للعاصمة من أجل تربصات وتحسين المستوى في هذا المجال، ومن ثم نقوم بفتح تقني وتقني سامي في هذا المستوى للتكفل، وإن شاء الله إن شاء الله إدماجهم في سوق العمل، وهذا تكون مكسب واحد آخر للولاية. بمناسبة الافتتاح لدورة فيفري نتقدم بتحية للتكوين المهني بربيح، وإحنا ذوي الاحتياجات الخاصة بالأخص هذا الفئة يحتاجوا أنهم هالدورات كما هذه باش تساعدهم في الولوج إلى الشغل وأعمال حرة.